إلهي وقدارتي وحان إلهي وقدارتي إن أن أملقنا أيو إن أن أملقنا أيو داعد داعد دينت إسلامك دينت إسلامك دالكيغ سومالي لان دالكيغ سومالي لان دادكيسنا دادكيسنا كما ملايو كما ملايو سنان سنان يا عدالت يا عدالت انت عن حلك هيو انت عن حلك هيو وبالله توفيق وحان إلهي وقدارتي إن أن نقنا يو إن أن نقنا يو داعد داعد دينت إسلامك دينت إسلامك دالكيغ سومالي لان دالكيغ سومالي لان دادكيسنا دادكيسنا كما مرايو كما مرايو سنان سنان يا عدالت يا عدالت انت عن حلك هيو انت عن حلك هيو وبالله توفيق ومالين قيمة وينو له شعبك ذي سومالي لان وتاريخ تا بغل نغطي او هرق شاي جي ديگا سو ودني مدد دير وحان آد يا آد هل كان هم بليو ويقود بنيا شعبي غزي سومالنا ميل كالسو جو غبا لن كالمديه سيد بديك وحان كالون هل كان مهد وجدين يا وفودا دلالك وارها النهي شبوتي إثيوبيا يا كينيا يا حفلة التاريخ يا قال نقل سوقي بش وحكالون هلك كسور دوير يا ولالك هي أحمد محمد محمود وكبو ليسي دور الشدي ملح وين النمو يا نوكا الكبير وحان سنية السمية وكان سوري لبان هو رجلية وفرحان له وحنا بلن قال يا إلى الهدو إلى هاي راهو سدات سنو يا الحلقة سوهي سند كمير قال يا تدرس سنو خلي وان قال كلا يا عريس كحلقة يا ولي هاي يو دباتنا هوستا الله ملح وينها ما انتي بدلا يا هوشا يقال ولي يو انا حقوق قالوا وحنا هل كان لي هاي انو وان استبتها يا قعنا وكسيري يا شعبك غير سومالي لان وحاليا هاي حل كيسا ملحوينا هاتان لقنا بقال كاسا كبلا بي محان مركيبا كل قاقي دلال كجار كان هاي جبوتي يتو بيينا تاقو سفر دك دقينا كتاقو سوى توقو حلال كايي نبدان قدهين نكو هاي سلو حدينا تجاركو انا نقو كبين إلينا وحبين نوترين وحان كبرامي جبوتي ومركا حرير كينا دير وغيدين وغشو وغشوها نسيب ولك ولالك إسماعيل سيدي عم يزول وغيي وانا نهشيني ما تنواكا وفتي أو نوصو دلي ما تنين نجو وحكرون تغيي توبيا وبرايم منستر كان لقل مي وحان عريس كساري إلا حدنا أن هيا إن كالسوني يوالا تنمو يحرير سوكاية أو نقد حيو دلالك إنك جارك النهي كين يرواتك مدحوين يقول الله كل مي إساقنا سيدي عبو اللو سودوي وصدح الوضن إفراها إنو حدي أقوز أرهادين إنو حدي وحكرا أرهادين إنو صدح لها قبل أمن الله يكفر إنت كنين ويكو حقا وحا مانتا عن لها هي تاريخ تا عن مرة إنه وتاريخ هذا وراكسن وتاريخ قوريد وتاريخ قبنمو إلا وضا إلا لنا نباهلنا وحا لها هي لقا برابا مانتا أولي يدير كيد بايد نباهلنا أولي يدير كيد لنا بدا حوينا هالا دورتينا إلا نسوى البربر تاقنو أو الله شقينو أو كوكالي نو أدو إلى هاي راضو وحكا لو لنكا نقوم بعد نقيا حز بقيقا وان كان قاتين يقول راعين لو نقوم بعد نقيا وهاي أنكو تاقيرني إن دور الشدر اللي نقاهلي إيا كروانو بعد نقيا وحالي هاي حدي أولا لأنكو سو جبني أولا لي هو دماضي
laga bilaabo maanta saaxiib baan nahay dhammaantiin. Waa saaxiibtinimo iyo inaan u midowno Somaliland baa inoo ballana. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. والله يال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدحويني داري ياركاين الحبس كالورقية مدحويني كوحيكي أحمد يوسف ياسين مرتضى شرفت ريالك سكوتيمت walaal iyaga dibadda ka yimid ee wufuudda ka kala socota dalalka aanu jaar ka nahay ee saaxiib ka nahay, waxaanu risalaan aad iyo aad u badan baa idiin soo jeedinayaa. Waxaan mahad u celinayaa wafdiga reer Jabuuti uu hoggaaminaya wasiirka warfaafinta iyo dhaqanka mudane cabdi faarax. Waxaan mahad u celinayaa wafdiga Itoobiya uu hoggaaminaya wasiirka dalxiiska iyo dhaqanka ambassador Diril iyo madaxweynaha maamul goboleedka kilinka shanaad mudane cabdi maxamed cumar. Waxaan u celinayaa wafdiga reer Kenya ee uu hoggaaminayo guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Kenya mudane faarax macalin. Waxaan mahad u celinayaa madaxweynaha Jabuuti mudane ismaaciil cumar geelle iyo ra-iisul wasaaraha Itoobiya mr mele sanaawi oo ii soo diray hambalyooyin. Waxaan mahad u celinayaa mahadgeli u celinayaa caalamka iyo doorkii muhiimka ahaa ee ay ka qaateen diiwaangelinta walaalaha iyo galbeedka dowladaha Ingiriiska, Maraykanka, Faransiiska iyo dowladaha reer Yurub. Waxaan mahad celin u celinayaa caamaha shacabka reer Somaliland, axsaabta qaranka, golayaasha cidajinta, culimaa diinka, qurbajooga saxaafada madax dhaqameedyada iyo ganacsatada. Walaalayaal, xilka maanta ummaddu igbatay waa xil weyn oo aad u weyn. Ilaahay waxaan ka baryaa inuu ii fududeeyo. Waxaan idinka ballan qaadayaa inaan ummadda sida ay igu doorteen ee aan horeba barnaamijka u caddeeyey inaan u noqdo in u dadaalo oo aan u noqdo mid nin qof u siman shacabiga reer Soomaaliland cadaalad ku dhaqa horumarkooda iyo dhaqaalayntooda iyo cadaaladooda inaan ku dhaqo ayaan ballan qaadayaa. Insha allahu tacaala berito ayaa anigu ku dhawaaqayaa khudbadda idin qaranka u jeedinayay markaas oo aan samaynayo soo jeedinayo ku dhawaaqayo guddidii ama dowladdeedii aan soo jeedinayay inay xilka ila qabato. Taas ayaa la sugayaa. Marka walaalayaal, mahadnaqa ballaadhan baan idinku idin soo jeedinayaa aad iyo aadna. Waxaan idinku mahad celinayaa xafladda ay nagala soo qayb gasheen. Waa mahadsantihiin. Aad iyo aad ayuu ugu mahadsan yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo hadallada qiimaha leh ee uu u jeediyey ummadda reer Soomaaliland. Aad iyo aad ayuu ugu mahadsan yahay. Waxay la tahay barnaamijkeennii, sidaas ayaanu ku soo gabagabaynaynaa. Thank you.